يرتب رئيس مجلس النواب علي عبد العال موعد إلقاء برنامج الحكومة أمام المجلس، وذلك بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ثم إدراجه في جدول الجلسات العامة فضلا عن إخطار النواب به. وفي سياق آخر، ينظر مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، تبدأ اعتبارا من الساعة 1 من صباح يوم السبت الموافق 14 من يوليو عام 2018. ومن المقرر أن يناقش البرلمان أيضا عددا من التقارير البرلمانية، ومنها تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018.